بتحب الكورة وشايف نفسك موهوب؟ يبقى الإعلان ده ليك. نادي المجد السكندري، نادي المواهب، إدارة احترافية بفكر شبابي متطور بتتبنى المواهب الصاعدة في جميع أنحاء الجمهورية وتأهلهم للاحتراف. يعلن نادي المجد السكندري عن فتح باب القبول لاختبارات كرة القدم أونلاين وبدون مقابل. أيوة أونلاين، لأول مرة في مصر ينفرد بيها نادي المجد السكندري. كل لاعب محتاج يشارك في اختبارات النادي يملى الفورم، وهي عبارة عن الآتي: اسمه، تاريخ ميلاده، محافظته، والأندية اللي لعب فيها، وفيديو يوضح مهاراته. يبعت كل ده على رقم الواتساب 012-06-9959، وهيتم التواصل مع من النادي لتنسيق المرحلة الثانية من الاختبارات، وتقدر تتابع النتائج من خلال الصفحة الرسمية للنادي. للتواصل من خلال البيانات التالية. نادي المجد السكندري، نادي المواهب، انطلق للاحتراف الآن.